مالهم دول؟ هم دول الارقام اللي بيبالغ عنها مستر حنفي. ال 100 جنيه دي حمراء يا فندم. يعني ايه حمراء؟ مش فاهم. يعني مضروبه. لو عملت اخضر كده يبقى زي الفل تمام. اتفضل. اتفضل اللي دي. لا يا فندم احنا في منشور المفروض جالنا النهارده الصبح من الاسم ان في فئه ال 100 جنيه وفئه ال 10 جنيه وال 20 جنيه مضروبين. هتبدلها لك. اتفضل تسلم طاري باشا فهمي. يا عم انت يا عم تهدى يا عم علينا ما تهدى علينا لو سمحت يا حاج ما تكلموش عامله بادب عامله بادب واضح ان هم عصابه يا فندم الصراحه وبعدين ايه بقى يعني عايز يطيح في الناس ضرب على فكره همد ايدي عليك ليه همد ايدي عليك انا يعني زي ما انت سامع زي ما انت سامع همد ايدي عليك زي ما انت سامع قلت لك ما تجيش هنا يا فندم كلمنا انت بتكلم حنا في القلفتي لو سمحت بعد بعيد بقول لو سمحت لو سمحت اتهبل شكرا قلت لك ابعد بعيد قول له شكرا قول له شكرا قول لك ابعد بعيد من بعيد شكرا قول له شكرا ليه قول له شكرا غوي يا عم ريس اتشكر على الضعيف بتاعي يا محمد خلاص يا محمد بتاع الريس انت سامع بقول لك ايه ولا مش سامع خلاص يا محمد خلاص تعالى بس اكبر لك الفلوس بقى تعالى تعالى اقف بأدب ادب اقف لا انا مش مؤدب مش مؤدب ليه لا مش مؤدب انا كده يبقى انتوا عصابه عصابه انتوا عصابه تعالى ما ينفعش يا باشا يا محمد انا رئيسك المباشر وبقول لك ما تدلوش فلوس ما هو رئيس بيفتح الدور ولا فتح تعالى هنا انتوا عصابه جايين تسرقوا انتوا جايين تسرقوا يا جدع انا اخد الفلوس بتاعتي انتوا الفلوس بتاعتك منين نعم انتوا جايين تسرقوا ده كلام امسكوا فيصل اوعى بس ايدك كده اوعى تمسكنيش يا جدع انا بقول لك ما تمسكش ايدك الاربع مليات اللي معاك دول مش هتطلع اطلع بره ماشي اتفضل معايا طب ماشي خد فلوسي الاربع مليات اللي معاك دول اياك تدهم ده ينطبق عليه نظريه لامبروس بص حراميه حراميه نصابين جايين تاخدوا الخزنه